بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسرني اليوم مشاركتكم في احتفالية كلية الصيدلة بيوم البحث العلمي العاشر، والذي يأتي بشكل استثنائي كمنبر للمنافسة بين الطلاب والطالبات، ويتشاركون جميعا للتنافس بالفوز والحصول على الجوائز العلمية والتي تدعم مسيرة البحث العلمي في الكلية، وتصب في زيادة محصول جامعة الملك سعود من اكتشافات ومن نشر علمي ومن تطوير وتسجيل برات اختراع. نأمل إن شاء الله أن تخدم مجتمعنا وتعمل على تنمية اقتصاد المملكة. لا شك أن البحث العلمي الرصين ركيزة أساسية في أي حقل من حقول المعرفة، وتبرز اليوم أهمية البحث العلمي مع ازدياد اعتماد الدول عليه إدراكا منها بدوره في تحقيق التقدم وتطور الحضاري واستمراريته لتعزيز اقتصاد معرفي قوي. البحث العلمي رافد مهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تجسيد الأبحاث على أرض الواقع والاستفادة منها من أصحاب المصلحة، الأمر الذي سيعكس مزيد من التطوير والإنتاجية والاستدامة والتنمية الاقتصادية والمجتمعية والصحية للمملكة العربية السعودية. ختاما، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع ويجعل ما يقدمه هذا المحفل العلمي سبيلا لتبادل المعرفة والتعاون بين الكليات في جامعة الملك سعود وبين الكلية والقطاعات من خارج الجامعة. أتقدم هنا بالشكر الجزيل لعميد كلية الصيدلة سعادة الدكتور أوس الشمسان، ولجميع المنظمين لهذه الفعالية، وللزملاء والزميلات أعضاء التدريس، ولأبنائنا والطلاب والطالبات، وأرجو لهم إن شاء الله وأتمنى لهم التوفيق في هذا الملتقى.